تعالى بقى نخش على بميت وش العمل. أيوة. اللي كسر الدنيا في رمضان. أيوة. تم اختيارك ازاي بقى في العمل ده؟ الأستاذة كاملة أبو ذكري هي كنت اشتغلت معها قبل كده مسلسلين. أوه. اللي هم سجن النساء وواحة الغروب. أيوة. وهي كانت اتعرفت عليها من فيلم لا مؤاخذه بتاع عمر سلامه. فيلم لا مؤاخذه بتاع عمر سلامه. لسه اقول لك لا مؤاخذه هو عمل لي مشكله في الاول ولا حد فيلم لا مؤاخذه يقول لي لا مؤاخذه ايه يعني. بقيت الجمله ايه. فهي شافت الفيلم وانا كنت عامل فيه دور مدرس. خرجت من الفيلم قالت انا عايزه الممثل ده. بعتوا لي رحت اشتغلت معاها في سجن النساء. وهي مخرجة عظيمة لما بتلاقي ممثل كويس بتعرف تشتغل معاه بتجيبه في شغلها. فجابتني معاها في واحة الغروب. عملت حلقتين دور ضابط تركي قاتل كان كويس قوي حبيته من الحلقة. تليق انت تركي ليه؟ أنا شكلك يدي تركي. ما اكيد اصولي فيها تركي. انا حاسس ساعات بقلب تركي. بس وقت انا مصري بحب مصري جدا يعني. أوكي. مصري جدا. فالمهم بعتت لي بقى على بميت وش. فانا بقى عندي ثقه غير عاديه انه الاستاذه كامله طالما هتبعت لي هطلع بشكل كويس واكيد الدور كويس. ما ناقشتش حتى يعني الحقيقه. ولما حكيت لك على الدور بقى حسيت بايه؟ بقى عرفت ان انا هتشتم شتيمه مش طبيعيه وخصوصا انه ضلالي. فقلت لها استاذه كامله يعني انا حضرتك تجيبيني في اول مسلسل قواد والتاني قاتل تركي وهنا ضلالي يعني انا فاضل ايه؟ انا فاضل اعمل ابليس. طب انت كنت متوقع النجاح للمجموعه كلها كده بالشكل ده؟ والله لا يعني انا لا. مش قاعد افتي بقى الحقيقه لا يعني انا قلت المسلسل حلو وانا بثق في كامله المسلسل هينجح. بس ما توقعتش انه الاقبال كده يعني ما توقعتش الضجه ورد الفعل الحلو قوي ده. تفتكر هل ده النجاح ده برضو جه علشان كان بقيه المسلسلات الكوميدي في رمضان كانت كلها مع السلامه؟ شفت صراحه اكتر بتكلم على الزملاء وخصوصا عندنا كنت شغال في احدهم فيعني لا انا خلينا صراحه يعني حتى نجوم المسلسلات الكوميدي قالوا احنا غلطنا وبرضو عملناش حاجه. الورق بص انا يعني انا رايي انه طالما الورق مكتوب كويس قوي وفي ليدر كويس وفي انضباط من الممثلين هيطلع النتيجه دي يعني ده طبيعي. وخصوصا ان في موضوع يعني معظم الكوميديا اللي بتتعمل دلوقتي انا مش هتكلم على حد بعينه يعني معظم الكوميديا بتتعمل دلوقتي انت عينك على الافيه اكتر ما عينك على الموضوع وده غلط. ده غلط طبعا. يعني هو اللي حصل في بميت وش انه احياء للكوميديا الحقيقيه اللي هي كوميديا الموقف اللي بدات من عند نجيب الريحاني واحنا جايين. برافو عليك. والمهندس وفؤاد العظماء دول هو ده اللي بندور عليه. هو ده اللي بيعيش. هو ده اللي هيعيش بالظبط. هيعيش. الله التعبير ده حلو قوي. هو ده اللي هيعيش. وبمناسبة هيعيش انا بس برضو انت هترجعني تاني الاستاذ يحيى الفخراني قال لي جملة عظيمة جدا في الحكاية دي. قال لي ان هو في سنة من السنوات عمل فيلمين وهم بيعملش كده كتير. فيلم جماهيري كسر الدنيا شباك ومعاه فيلم خرج ولم يعد. وقال لي خرج ولم يعد ما عملش ايرادات كويس. قال لي اللي عايش دلوقتي وجماهيري هو خرج ولم يعد. ده حقيقي. هو شايف انه الجماهير اللي بيعيش 100 سنه مش الجماهير اللي بيجيب اللي في شباك يعني.